السلام عليكم، معكم عصام نبيل وفيديو جديد هنكمل في تطبيقات الفازيولوجيك كنترول. معانا النهارده كيس ستادي بعنوان التيبنج بروبلم، ازاي يحسب التيبس او البقشيش باستخدام الفازيولوجيك كنترول. طبعا دي السيشنز بوليسي اللي بنأكد عليها كل مره. بالنسبة للبيزك تيبنج بروبلم، بنقول نفترض ان عندنا مكان بيقدم خدمة، والمكان ده وليكن على سبيل المثال عبارة عن مطعم. المطعم ده بيقدم خدمة معينة، الخدمة دي بتاخد درجة بتتراوح ما بين 0 إلى 10، والتيبس اللي عندي المفروض ان هو بيعتمد على مستوى الخدمة اللي بيقدمها المطعم ده او جودة الخدمة اللي بيقدمها المطعم. طبعا عندنا الكالتشرال فوت نوت بيقول ان الافريج تيبس فور ا ميل ان ذا يو اس از 15%، يعني متوسط التيبس بيكون 15% للوجبه، وده طبعا بيعتمد على الكواليتي اوف سيرفيس اللي بيتم تقديمها. لو شفنا النون فازي ابروتش للتيبنج اكزامبل اللي ذكرناه، ان التيبس هيكون ثابت نسبته 15% اوف ذا توتال بيل لاي مستوى خدمه عندي. يعني مستوى الخدمه هنا بيتراوح ما بين 0 الى 10، بنلاحظ هنا ان التيبس ثابت كل مره بنسبته 15%. طيب لما نيجي نسال ونقول وات اباوت ذا كواليتي اوف سيرفيس، يعني مستوى الجوده في الخدمه هنا مش داخل ليه في حساب التيبس؟ فهنا لو حبينا ندخل الكواليتي اوف سيرفيس في حساب نسبة التيبس عندنا، ده هنمثله بعلاقة خط مستقيم، هيبقى المينيمم بتاعه 5% والماكسيمم بتاعه 25%، يعني التيبس بيتراوح من 5% لـ25%، ومستوى الجودة زي ما قلنا بياخد درجة من 0 إلى 10، فده بيمثل بعلاقة خط مستقيم بالشكل ده. طبعا لما أحب أحسب الخط المستقيم ده بقول إن التيبس عبارة عن الميل بتاع الخط المستقيم ده في السيرفيس بتاعي اللي هو المحور الأفقي، زائد الثابت اللي عندي. طبعا عند الزيرو قيمة الأوتبوت بيطلع 5 من 100 اللي هي 5%، يعني يبقى هنا الثابت بتاعي 5 من 100، والميل بحسبه بدلتا الرأسي على دلتا الأفقي. دلتا الرأسي معايا زي ما احنا شايفين 25% ناقص 5% هيديني 2 من 10، وعندي دلتا الأفقي اللي هي طبعا 10 ناقص 0 اللي هو بالنسبة لي هيبقى 10، يبقى هنا الميل بتاعي هيبقى 2 من 10 على 10 مضروب في السيرفيس اللي هو بيمثل المحور إكس أو المحور الأفقي بتاعي، زائد الثابت بتاعنا اللي هو 5%. طيب يبقى أنا عندي علاقة بتوصف التيبس معتمد على الإيه السيرفيس المقدمة، وبنحسبها من علاقة الخط المستقيم ده. طيب لما نيجي نتكلم على جودة الفود، إزاي هندخل جودة الفود في حساب التيبس أيضا؟ لو جينا نعمل لها اكستنشن بإن أنا أدخل الفود مع السيرفيس في عملية حساب التيبس، هنلاقي الموضوع بقى مور كومبلكس، لأن المعادلة هتبقى معقدة شيئا ما. فهنشوف ازاي ده هيأثر على معادلة. هنلاحظ ان الفود لما ادخله مع السيرفيس بالشكل ده هيبقى انا شغال في ال 3 دايمنشن بالمنظر ده كده، ده هيبقى مالتي انبوت سيستم سنجل اوتبوت بيحسب التيبس بناء على السيرفيس والفود. فهندخلها في علاقة الخط المستقيم بنجمعها مع الفود، وفي الحالة دي طبعا الميل هيبقى دلتا الرأسي ثابت للاتنين زي ما هو 2 من 10، اما دلتا الافقي في الحالة دي طبعا هيبقى 20 مش 10 بس. وبنقول ان هو بيبدو لينير، يعني علاقة خطية نوعا ما، والمتوسط برضه هيبقى 15%، وهيبدأ يزيد exponentially لما مستوى الخدمة يبقى good او يقل انه يبقى bad service مثلا. طبعا ده زي ما قلنا ده بالنسبة لي اللي هو النون فازي ابروتش، طبعا ده بيبقى مش دقيق قوي في الحساب. تعال بقى نتكلم على الفازي ابروتش في حساب الموضوع ده. هنقول ان احنا عندنا سيستم، السيستم ده له تو انبوتس اللي هو عندي الكواليتي اوف سيرفيس، ودي هتاخد درجه من 0 ل 10. همثلها بثلاثه ممبر شيف فانكشنز بور وجود واكسلنت، يعني مستوى الخدمه ممكن يبقى رديء او ضعيف، وممكن يبقى جود جيد او ممتاز. والدخل الثاني عباره عن الكواليتي اوف فود، وهنا ده برضه هياخد درجه من 0 الى 10، بمثله باثنين ممبر شيف فانكشنز اللي هي رانسيد او الاكل ده فاسد او رائحته كريهه، او ديليشس اللي هو يعني الاكل ده يكون شهي.
وعندي one output للسيستم ده اللي هو الاماونت اوف تيب، يبقى انا بحسب الاماونت اوف تيب او كميه البقشيش معتمدا على الكواليتي اوف سيرفيس بتاعتي والكواليتي اوف فود. هنا الاماونت اوف تيب هياخد نسبه من او الرينج بتاعه هيبقى من 5 الى 25%، همثله بثلاثه ممبر شيب فانكشنز، تشيب اللي هو هيبقى قليل، وافريج متوسط، وجنرس اللي هو سخي او بسخاء يعني، ده لما يبقى في 25%. ده شكل الممبر شيب فانكشنز بتاعت التو انبوتس بتوعي. بالنسبه للسيرفيس همثلها بثلاثه ممبر شيب فانكشنز من النوع جاوشيان، بحيث البور هيبقى السنتر بتاعها 0 والجود السنتر بتاعها يبقى 5 والاكسلنت سنتر بتاعها يبقى 10، وكلهم شغالين بسيجما مقدارها 1.5. وزي ما احنا عارفين طبعا الجاوشن بيمثلها بمعادله بتحتاج من السنتر والسيجما. بالنسبه للفود عندي بنمثله باثنين ممبر شيب فانكشن، رانسيد وديليشس، دول هنمثلهم بترابيزويدال بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا هنا نلاحظ من 3 للسبعة مستوى الفود ما بيأثرش في التيبس او مش محطوط له ممبر شيب فانكشنز. هنشوف دلوقتي الجولدن رولز اللي بتحدد الموضوع ده. بالنسبه للاوتبوت ممبر شيب فانكشنز معايا 3 ممبر شيب فانكشنز بيمثلوا الاماونت اوف تيبس. عندي التشيب ودي السنتر بتاعها 5، والافرج السنتر بتاعها 15، والجنرس السنتر بتاعها 25. عندي الثري جولدن رولز اللي بيحددوا التيبنج. بنقول ان الرول الاولانيه اف سيرفيس از بور، لو الخدمه ضعيفه، اور هنا هنلاحظ بقى ان احنا استخدمنا الاور في الانتيسيدنت بارت اهو، كنا دايما بنستخدمها في التطبيقات السابقه اند، وكنا بناخد المينيمم، هنا استخدمنا الاور وبالتالي هناخد الماكسيمم ما بينهم. فبيقول اف السيرفيس از بور يعني الخدمه ضعيفه، او الفود از رانسد او الطعام سيء او رديء، يبقى التيب في الوقت ده هيبقى تشيب. الرول الثانيه بتقول اف السيرفيس از جود يعني المستوى الخدمه جيد، والتيب از زين التيب از افريج، يعني هنا مستوى الطعام مش داخل في الرول الثانيه. الرول الثالثه بتقول اف السيرفيس از اكسلنت اور، برضه هي تستخدمها في الانتيسيدنت بارت اور، لو مستوى الخدمه مميز، او الطعام از ديليشس يعني الطعام شهي، زين التيب از جينيروس. طبعا احنا عارفين ان الفازي لوجيك كنترول سيستم بيمر بمراحل، ان انا بنقل القراءه اللي جايه عندي من الكريسب دومين الى الفازي دومين عن طريق الفازيفيكيشن، بعد كده بدخلها على الانفيرنس انجن اللي بتبدا تعمل لي رول ايفالويشن عشان تطلع لي الفازي اوتبوت بتاعي قيمته كام، وبعد كده بنقله مره ثانيه للكريسب او الريل دومين عن طريق الديفازيفيكيشن، بعمل تحويل للفازي اوتبوت بتاعي بحيث احصل على الكريسب اوتبوت اللي ببدا اغذي بيها السيستم بتاعي. هنا المرحلة الأولى الفازيفيكيشن، أنا هفترض إن أنا عندي مستوى الخدمة 3 أو جودة الخدمة 3 وجودة الطعام 8، فنشوف قيمة الأماونت أوف تيبس اللي المفروض تطلع من الفازي أبروتش كام بالظبط. فهنقول إن 3 دي لما أحب أعمل لها مابينج على الإنبوت ممبر شيب فانكشنز بتاعة السيرفز، هلاقيها بتقطع معايا البور عند ال 125 من 1000، وبتقطع الجود عند ال 4 من 10، وطبعا الاكسلنت هنا بزيرو. وبالنسبه للمابنج لمستوى الفود عندي ب 8، فما اعمل له مابنج على الممبر شيب فانكشنز بتاعه الفود، هلاقيها قطعت الديليشس في ال 5 من 10 او النص، والرانسد بزيرو. هنا طبعا لما احب اروح افعل الرولز اللي عندي هقول اف سيرفيس از بور عندي كانت ب 125 من 1000، اور الفود از رانسد. طبعا هنا بنذكر تاني ان الاور بناخد الماكسيمم مش المينيمم، وبالتالي الرول هنا بتقول زين التيب از تشيب. طب تشيب بكام، بالصفر ولا ب 125 من 1000؟ هناخد طبعا الماكسيمم ما بينهم اللي هو 125 من 1000. الرول الثانيه بتقول اف سيرفيس از جود، وهي جود هنا معايا ب 4 من 10، زين التيب از افريج، افريج هنا طبعا ما فيش غيرها، ال 4 من 10 باخدها هي ال 4 من 10. الرول الثالثة اف سيرفيس از اكسلنت، والاكسلنت هنا طبعا معايا بزيرو، اور هنا مرة ثانية الاور اهو، الفود از ديليشس، وديليشس معانا كام بقيمته نص، زين التيب از جينيروس، يبقى هناخد الماكسيمم ما بينهم اللي هو ما بين الصفر وما بين النص، يبقى عندي هناخد الجينيروس هنا تبقى بنص.
يبقى احنا خرجنا هنا من الثلاثة رول ان التشيب هتبقى نسبتها او الالفا كات بتاعها ب 125 من 1000، والرول الثانية الافريج هيبقى الكاتنج بتاعها او الكليبنج بتاعها عند الاربعة من عشرة، والرول الثالثة اللي هي جينرس هتبقى الكليبنج او الكاتنج بتاعها هيبقى بنص، فيطلع لنا شكل الفازي اوتبوت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنروح نحسب الكريسب اوتبوت بعمل دي فازيفيكيشن باستخدام طريقه الابروكسيميت سنتر اوف اريا. فباخد السنتر بتاع كل ممبر شيب عندي وبضربها في الممبر شيب ديجري او الالفا كاتنج بتاعها او الفايرنج سترينسز بتاعتها اللي خرجت من كل رول. فانا عندي التشيب الالفا بتاعتها ب 125 من 1000، والافريج الالفا بتاعتها ب 4 من 10، والجينرس الالفا بتاعتها بنص، والسنتر بتاعهم زي ما وضحناه 5 15 25. بعوض في الرول بتاعت الابروكسيميت سنتر اوف اريا بيطلع لي التوتال اماونت اوف تيب اللي المفروض يتم دفعها عندي اللي هي 18 65 من 100%. دي نسبة الاماونت اوف تيب اللي بدفعها لو كان زي ما شفنا كده في المثال مستوى الخدمة 3 ومستوى الطعام 8. طبعا احنا هنمثل النموذج ده او المثال ده على الماتلاب باستخدام طريقة السنترويد او السنتر اوف جرافيتي. هنلاحظ ان القراءة تطلع ادق اكتر شوية، فبتطلع تقريبا هناك 18 بالظبط، يعني هنا الابروكسيميت سنتر اوف اريا متقاربة جدا من طريقة السنترويد، ولكن الادق طبعا طريقة السنترويد، وهنمثلها في الفيديو الجاي ان شاء الله باستخدام الماتلاب سوفت وير. في الفيديو الجاي هنمثل السيستم ده على الماتلاب ونشوف بنحسبه ازاي. لو في اي تعليقات حضرتك اكتبها لنا في الكومنت وان شاء الله نرد عليك، وما تنسوش طبعا اشتراك في القناة ولايك للفيديو علشان يصلكم منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.